فبدكم تنتبهوا يا أيها الشباب المسلم، ما تتحمس حبيبي. يعني أنت بتكون يمكن واحد منكم بيكون بالزنا، بيكون بشرب الخمر، بده يتوب إلى الله. عروف على إيدين مين التوب؟ التوب ما بدك إيدين حدا، توب. ثم لما بدك تتعلم علم الدين، إياك تتعلم علم الدين من أي إنسان بيقول لك ابن تيمية شيخ الإسلام، أو بيقول لك ابن عبد الوهاب محمد ابن عبد الوهاب المجدد، أو بيقول لك على زعمه ابن باز أو ابن عثيمين، أو هلأ لعريفي، أو بيقول لك عائد القرني. فبتكون تحذروا يا أيها الشباب المسلم المندفع، ما تندفع وتروح تتعلم على زعمك الدين عند الوهابية. ما حيعلموك الدين، إنما حيعلموك فكر متطرف ينتهي بك إلى حزام ناسف، أو إلى سيف، أو إلى خنجر، أو إلى سكين على رقاب أهل السنة بشي بلد عربي، باسم أنه أنت هلأ يعني أولى لك أن تحارب هؤلاء المشركين من أن تحارب أعداء الدين المعلنين. شفتم أن مؤامرة على الإسلام لا يحركها إلا اليد الخبيثة التي تريد تدمير الإسلام، مؤامرة كبيرة عن الإسلام. ولكن أليس الصبح بقريب؟ الإمام المهدي جاي إن شاء الله، وساعتها منشوف، ساعتها منشوف شو بصير.